الاهلي والزمالك ركنين الرياضه والكوره في البلد دي، ولازم نحافظ عليهم، والبطولات هي اللي بتخليهم في مكانتهم الحقيقيه. والنهارده الزمالك بطل الكونفدراليه رغم انف عزيز بتاع بي ان سبورت، الكابتن عزيز راجل مؤدب وراجل محترم جدا، ولكن النهارده بيهاجم بشراسه الاخراج. بيهاجم بشراسه الاخراج، يقول لك فين الاعادات؟ يا جماعه حد يفهم الناس دي، احنا اتضح ان مش عندنا الهجاص بس، ده كل قناه فيها هجاص. يعني الكابتن عزيز بيقول لك ايه؟ بيقول لك فين الاعادات؟ لغايه امتى هنقعد نظلم؟ قبل كده عملتوها معانا يوم الاهلي، والمخرج ضحك علينا في ماتش الرجع. يقصد ركلة الجزاء اللي اتقسمت للنادي الاهلي واتقال عليها خدعة مصرية. شفتوا لما قلت لكم هجاص والمريض هجاص مصر الاول ده بيخلي الناس تتجرأ علينا؟ النهارده عزيز بيكرر نفس كلام الهجاص. يقول لك ايه؟ يقول لك يعني انا عايز فين الاعادات؟ طبعا ديما مغرب، والمغرب احسن ناس. الاعادات اولا يا اخي عشان تبقى فاهم ايه، تبقى بي ان سبورت وتبقى بليد مش فاهم، الاعادات عند الفار، والفار كانت القطه، الفار كانت القطه. الزمالك خد الكونفدراليه، يا ما فوزي لقجع جامل والجامل. يا انت جاي تتكلم يا عزيز عن التحكيم؟ جاي تتكلم يا عزيز عن التحكيم؟ لا يشكك احد في فوز الزمالك، فوز مستحق عن جدارة واستحقاق رغم أنف عزيز أفندي بتاع البي ان سبورت، رغم أنف عزيز. وبعد كده القنوات دي يا جماعة هتجيب لنا محللين بيفهموا بقى. يعني الكابتن عزيز راجل دامس الخلق وراجل محترم، وأنا بحب احترامه وأخلاقه، لكن ما تتكلمش كلام ما تفهموش. يقول لك فين الإعادات؟ يا أخي المخرج عاد ما عادش ده مزاجه معاك، المهنية بتقول انه يعيد ما عادش، لكن هل معنى عدم الإعادة أثر على الفار؟ الفار عنده كاميراته وعنده كل تفاصيله، وممكن يوقف الحكم في أي وقت، لا يعتمد على البث المباشر. أيوه بيشاهد البث ويقف أهو على الهواء مباشرة، ظهر شيكابالا أهو، والرقصة التاريخية ها أها. بصوا وشوفوا شيكابالا بيعمل إيه يا عزيز، بصوا شفت كمان، هي ليله زملكاويه. الالعاب الناريه ماليه استاد القاهره، تحيه للدكتور اشرف صبحي رئيس مجلس اداره هيئه استاد القاهره، وزير الشباب والرياضه، على اللي انا بشوفه من ابهار. يا جماعه الدكتور اشرف بيتابع من الفجر بعيدا عن اعين الاعلام، من الفجر بيتابع كل تفصيله في استاد القاهره، عشان كده هذا الشكل المبهر. شايف؟ بص 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 بص، لازم نقول برافو اشرف صبحي على هذا التنظيم الرائع، يحسب لوزاره الشباب والرياضه وللدوله المصريه. هايل يا دكتور اشرف، رغم انف عزيز. هايل وليد عبد الوهاب المدير التنفيذي لهيئه استاد القاهره، هايل وروعه. وبكره ان شاء الله الاثنين في جوله مع الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه في استاد القاهره، وعدد من الافتتاحات. والحمد لله النهارده الزمالك فاز، عشان الجوله دي تبقى جوله تاريخيه بجد. تحيه لمعالي الوزير الدكتور اشرف صبحي، ولا يمكن ما كنتش مرتب ان انا اروح استاد القاهره، رايح مخصوص بعد فوز الزمالك. لازم نقول عاد استاد القاهره مع الدوله المصريه. كم انت عظيم ايها الرئيس، تحيه لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. عارف بيعمل ايه، وعارف يرجع الجمهور امتى، والنهارده الجمهور بيرد له التحيه. نظام، التزام، رقي، تشجيع مثالي، وختمت بفوز الزمالك العظيم. انا بهدي هذا الفوز العظيم للدوله المصريه وللجماهير اللي رجعت ولفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. ما حدش يقدر ما يشوفش النجاح، ما حدش يقدر ما يشوفش الفرحه، ما حدش يقدر يخبي الدوله المصريه بتعمل ايه. رغما عن أنف أي حد، احنا في حتة تانية. عادت إليكم مصر فتية قوية، ورياضة وكرة قدم عفية، مع هذا الرئيس الأمين الشريف القوي عبد الفتاح السيسي. أيوة افتخر برئيسك، احنا في حتة تانية، احنا في حتة تانية، رغما عن أنف أي حد في الدنيا، احنا في حتة تانية، احنا في حتة تانية.
والله سيبك من الهجاصين والشتامين الدولة المصرية فاعلة وقوية رغم أنف أي حد على فلسطين على الشاشة منور باستاد القاهرة من إخواننا المغاربة وكل الزملكاوية. تحية كبيرة جدا، تعال محمد، تحية كبيرة جدا للدولة المصرية، تحية كبيرة جدا لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على اللي أنا شايفه، وتحية عظيمة للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ولكل الناس في هيئة استاد القاهرة الدولي على هذا الروعة وعلى هذه الروعة وهذا الترتيب. شوف الألعاب النارية، شغل يا ابني الألعاب النارية، بص بص بص، شوف إيكابالا بيرقص إزاي، شوف ورقة الزملكاوية إزاي، شوف ورقة مصر إزاي.